السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. معانا النهاردة طبعا موضوع حلقتنا عن شغل العرايس وإزاي نعمل شغل السبوع وحفلات يعني المناسبات. أنا طبعا مش بدخل في موضوع الحلقة زي كل مرة، بسيب الأستاذة هنا. خليني بس أنصح نصيحة للبنات اللي مقبلة على الجواز، أو بمعنى أصح اللي نفسها تتجوز. اختاري شريك حياتك صح، متختاروش وخلاص مجرد جوازة وخلفة وأولاد وبس. اختاري اللي يحس بيكي واللي يحترمك، اختاري اللي يكون ظهره وسند ليكي، اختاري اللي يحبك بعيوبك ومميزاتك، مش اللي يختار منك مميزاتك بس وعاوزك فيها، اختاره صح. خلينا نرحب بصديقتي استاذه هند واسيب لها موضوع الحلقه. صباح الخير يا هند. صباح الخير يا استاذه ايه، اخبار حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل اسبوع بيبقى معانا ضيف، الضيف ده بنحاول بقدر الامكان ان احنا نطلع سر من اسرار مهنته. بصراحه الحلقه بتاعتنا النهارده حلقه مختلفه خالص عن كل الحلقات، حلقه بتتكلم عن كفاح وصبر ومجهود، عن انسانه بدات من الصفر لغايه لما ربنا كرمها واصبحت اكبر بيدج على السوشيال ميديا لتنظيم الحفلات والمناسبات. تعرضت لمشاكل كتيره في حياتها، تعرضت لازمات نفسيه وعصبيه وماديه، بس كل ده ما منعهاش ان هي تتوقف ولو لحظه واحده عن شغلها. الحمد لله قدرت وباقل مجهود وباقل ماديه ان هي تبقى اصبحت اكبر بيدج على السوشيال ميديا. معانا ومعاكم النهارده استاذه سماح. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه سماح. اهلا بحضرتك. طبعا انا عرفتك ان انت صاحبه احنا طبعا مهما عرفناها مش هنعرف نعرفها زي ما هي تعرف نفسها، فعاوزين حضرتك تعرفي نفسك للساده المشاهدين اكتر. انا سماح، عندي 40 سنه، معايا ولد وبنت، بحب الشغل الهاند ميد من صغري اصلا، كل حاجه تتخيلها في الشغل الهاند ميد انا بعملها الحمد لله. بحاول اطور نفسي بنفسي لحد الحمد لله ما بدات فكره موضوع الغربال، وده اكتر حاجه شهرتني قوي في بورسعيد. تمام. وايجار وحاجات زي كده، وبعدين بقى دخلت في سكه كتيره في الهاند ميد يعني. تمام. طبعا قبل ما بنتكلم احنا عايزين نعرف انت توصلتي للموضوع ده ازاي، او الفكره جات لك ازاي. موضوع طويل قوي. لا بصي هنقولك الموجز. هو انا كنت طبعا اتجوزت بدري وبعدين اترملت وقعدت 15 سنه في البيت ما كنتش بشتغل نهائي. فجاه جوزي توفى، كل اعتمادي ولا اي حاجه. لا قعدت فتره طويله طبعا، واغلب الفلوس بتاعت كمان الولاد او الورث والكلام ده مجلس حاسب الليله دي كلها. فاصبح ان مفيش معايا حاجه. اشتغلت بعدها، فتحت مغسله قبل شغل الهاند ميد، واشتغلت لوحدي وكنت بقوم بكل حاجه فيها لوحدي. لو اقول لك لدرجه مكواجي في المغسله انا اللي كنت بعمل سجاد بطاطين، كل حاجه انا كنت بعملها. كله ما كانش في حد يشتغل معايا. كل بيشتغل معايا كل ما جه حد بياخد المهنه ويمشي، يتعلم ويمشي، يتعلم ويمشي. فانا اللي دبست في كل حاجه. بعدها تعبت شويه وبعدها اتجوزت. طبعا كان اعتمادي كلي على جوزي الله يرحمه. ودي برضو حاجه ما انصحش بيها، ان انت تبقى اعتمادك الكلي في دخلك على جوزك. حلوه جدا الموضوع ده. انت مش بتشتغل عشان الفلوس وبس، عشان برضو كيان ليكي انت بعد كده. لا وغير كده كمان انت دلوقتي واحده متجوزه اعتمادها الكلي على جوزها، جوزها توفى هتعمل ايه؟ اكيد لازم تعتمد على نفسها. مستحيل هتروحي تقولي لحد اديني او حد عليا حد حاجه طبعا. لا ولو اداك يوم مش هديكي 10. خلاص. بعدها اتجوزت وبرضو حصل ظروف وانفصلنا. الدنيا بقى وقفت معايا. طب هصرف منين؟ طب هجيب ايه؟ بابا وماما متوفيين من صغري. معاكي اولاد؟ معايا اولاد وابني كمان، بنتي في ثانوي وابني كان ساعتها في ثانوي قبل ما يدخل المعهد الألسن. ما بقتش عارفه اعمل ايه، معيش حاجه خالص. فبعدين جه فكره موضوع الغربال. لقيت الناس بيشتروا غربال وغالي وليله واحده وخلاص. ففكرت بقى ارجع لمواهبي القديمه. طب ليه ما اعملش الغربال ده ويأجروه ساعه الايجار يوم وخلاص؟ حلو جدا. والمبلغ قليل جدا يعني. عندي حاجات بتبدا من ايجار 50 جنيه. فلما تيجي تأجر وبدات اعمل ايه؟ الهون، المبخره، تورته البامبرز، كل حاجه بقيت اعملها ايجار. حتى هدوم البيبي، الفستان، البدله بتاعت البيبي كله ايجار. كله ايجار؟ كله ايجار. طب ازاي يعني البدله والفستان ايجار بيتاجر؟ دي حاجه خالص لبسها ما عندناش احنا الحاجات دي خالص. ما فيش في القاهره الكلام ده. لا 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 ما عندناش. لا وما فيش حد كمان كان عملها في بورسعيد ده فعلا. وكان في شغل توزيعات السبوع كمان، اللي هي الشنطه والفول واللعبه والحاجات دي. برضو كان المقتصر عليها المحمصه او المقله زي ما بتقولوا في القاهره.
ان واحده ست تفتح المشروع ده مفيش عندنا بورسعيد. لا هو مفيش اصلا تاجير ومفيش الحاجات دي يعني انا ما شفتهاش. ما انا ما عملتها ما شاء الله لقيت رواج حلو قوي. الغربال ده اللي خلى بورسعيد كلها عرفتني. بقيت اعمل غرابيل بقى اشكال كتير جدا يعني بعت لكم صور طبعا الصور بتترد ومعانا فيديو جميل جدا عن الخطوبه. كنت عاملها خطوبه صح؟ كان خطوبه وكان كتاب وحفلات كتير. ده كان عيد ميلاد. كان عيد ميلاد رومانزل. وعندنا واحد الخطوبه برده جميل جدا يا ريت يعرضوه. يعني حضرتك برده مش متخصصه برده في السبوع بس لحضرتك اول ما بدات كان سبوع. اول ما بدات خالص كان شغل اسبوع وكله هاند ميد. بدات بعد كده اعمل بقى جذوع الخشب الطارات الحفلات. واحده اول ما بدات خطوبه خالص قلت لها انا لسه ما اشتغلتش انا كنت ناوي اخد كورسات. تمام. وكل ما اقدم على كورس في القاهره واقول هروح يحصل حاجه ما اروحش. سبحان الله. طبعا ما كنتش بادئه يعني حضرتك بتعملي الحاجه دي مش درساها. لا 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 ولا خدت كورسات ولا اي حاجه محاضرات ولا يعني مثلا ولا اشتغلت في المكان دوت وخدت الخبره من المكان دوت. لا 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 حضرتك اللي انت قمت بكل دوت بمجهودك الشخصي. بصي انا من وانا عندي 9 سنين من وانا في ثالثه ابتدائي غاويه شغل هاند ميد بس كنت بعمل كل ده ببلاش. لو اقول لك 36 سنه بعمل الحاجات دي كلها ببلاش. يا نهار ابيض كتير قوي. انا عندي لحد سن 36 قصدي وانا بعمل الحاجات دي كلها ببلاش. خطوبه عندنا قوم عامله بنت اختي يعني برضو اول ما بنوته اتجوزت عندنا كان اول غربال اعمله كان لبنتها. بنت اختي قلت اجرب فيها. احنا عندنا فيديو خطوبه يا ريت بس تعرضوه يا جماعه. هو جميل جدا انت برضو عامله في الخطوبه دي. كانت خطوبه حد من قرايبك ولا مش عارفه؟ ما اشوف الاول فيديو اقول لك. يا ريت يا جماعه الفيديو لو سمحتوا. كان بقالك كام سنه في المجال ده؟ لا كنت بعمله ببلاش كتير سنين كتير. لكن ان انا اخده كمهنه في فلوس 3 سنين. حلو جدا 3 سنين والحمد لله مده صغيره جدا. أوكي. والحمد أوكي. لله بدا عندك على صفحه في تفاعل كبير ما شاء الله. دي كاسات الخطوبه. دي انا غاويه الحاجات دي قوي. ايه اللي حصل؟ لا بس تحفه. عايز اقول لك ان انا بفرح جدا لما اجي اعمل كاسات الخطوبه او الافراح مش عارفه. بالمناسبه بقى لما يجي حد بيقول لك اعملي لي خطوبه بتعمليها كشغل ليكي ولا بتكوني فرحانه بجد فرحته؟ هقول لك ممكن واحده تيجي تكلمني تقول لي انا عايز اعمل خطوبه والباكج هي معاش مثلا المبلغ بتاع الباكج تقول لي اعملي لي على قد فلوسي. بصي انا ببدا معاكي في حاجات رخيصه قوي في حاجات عاليه قوي على حسب ما انت عايزه. طب معانا اتصال استاذه ايه. الو 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 استاذه ايه. الو الو ايوه ايوه يا استاذه ايه مع حضرتك برنامج اسرار الحياه. ايوه حضرتك ازيك يا استاذه ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. كلمينا بقى عن استاذه سماح خدتي منها حاجه بس قولي لنا الصراحه. ايه دي اول غربال عملته لبنتها. هي كانت لسه بتتكلم هي لسه عملت لي اول غربال واول كاسات فرح يا ايه كمان كمان يعني كاسات فرح كمان يا استاذه ايه يعني هي معاها خطوه بخطوه بمعنى اه طيب جميل. هي اللي عامله لي كانت عامله لي الغربال وعامله لي هدوم للبيبي عامله لها كنت عامله لها فستان فستان بالجبل تول بالسلبي طيب كانت عامله لي كل حاجه ليها كل حاجه كانت مميزه الصراحه. جميل جميل. ايه رايك في شغلها يعني ايه رايك في الشغل ذات نفسه؟ لا الشغل حلو جدا وبعدين هي مش بتحاول ان هي تعمل الحاجه وما توريها لناس او ما توريهاش لحد. لا عايزه تعلمنا واي حد يسالها على حاجه انا علمتها كل حاجه على فكره والله. يعني ايه كمان بتعلم الحاجات دي؟ طب كنت هاتيها معانا شوف. ايه اتعلمت معايا كل حاجه على فكره ونزلت معايا مناسبات وعملت ستاندات بلالين وبوابه وعلمتها كل حاجه. الحمد لله الحمد لله. كل ما بطلب خطوبه او شبكه بتعلميني. لا انا طبعا اطلب مني. لا بس المهنه انا حاسه ان هي صعبه يعني مش سهله. مش غير كده يا هند هي كل حاجه بتعملها بايديها. يعني شايفه معاكيش فريق بقى بيساعدك؟ استاذه ايه على اتصال على فكره. والله استاذه ايه. ايوه ايوه استاذه. طب وجهي كلمه بقى كويسه لاستاذه سماح. ايه كلمي استاذه سماح مع حضرتك. ايه موحه حبيبتي يا على فكره يا بنت حبيبتي يا موحه منوره منوره وبجد شرفانا ورافع عرضنا حبيبتي يا ايه تسلمي دايما يا رب. شرفنا بحضرتك ومتشكرين جدا على المداخله دي. نرجع بقى لكام سنه بداتي قلتي؟ 3 سنين. 3 سنين اعملها كمهنه واكسب منها. اما قلت لك بقى موضوع الخطوبه واحده مثلا عايزه باكج قليل انا لما بروح البيت والاقي البيت عايز كمان بعمل بعمله بزياده يعني مش بس هو ايه فلوس. خلاص هو على قد فلوسه. لا يعني انت مثلا طلبتيني دلوقتي اعمل ديكور للمكان ده هعمله على قد الفلوس اللي انت عاوزاها بس لقيته لسه ناقص عاوز حاجه زياده مش هقول لك هاتي لي فلوس هزود لك الديكور لحد ما انا
ابقى مروحه بس راضيه. تكوني راضيه عن الشغل بمعنى اصح. اصل انا هصور الشغل وهنزله على البيج عندي بس في وشي انا ناقص. عايزاكي بس تعرفي صدر المشين يعني ايه باكج، يعني في ايه بتعملي ايه بتسوي ايه. بيبقى في باكج خطوبه، باكج اسبوع، عيد ميلاد، ديكورات كده. على حسب بقى، لو اسبوع مثلا بيبقى يا اما قرش، قرش بلالين اللي هي بوابه البلالين، عمودين البلالين عليهم مثلا شكل حرف، بالونه حرف، بالونه بالمناسبه في ناس بيبي حاجات في بيتها يعني بتعمل خطوبه في بيتها. فده من اغلبهم في كورونا اصلا كله كان في البيت. طبعا اكيد كل الخطوبات في البيت وبيعملوا في الشارع كمان. ايوه في برضه. لا لا ده دايما. انا لسه كنت اول امبارح عامله اسبوع، كنت قلقانه منه يعني، ما كنتش بعمل اسبوع في الشارع بصراحه. خطوبه اوكي، اي حاجه تانية كنت قلقانه منه، بس ما شاء الله طلع حلو جدا. في الشارع عملت ايه بقى في الشارع؟ معقوله في الشارع عملت بس شغل؟ شغل انوار وبوابه قرش بلالين يعني، وطلعت فوق في البيت بقى عملت لها الشغل فوق، الغربال بقى والمفرش التل والاسم في الشارع عملت البلالين والحاجات دي. معقوله. معنا اتصال. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الورد. ازيك يا مومو؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، منوره دايما والله. تسلم يا جميل. ايه رايك في شغل استاذه سماء؟ لا تسلم ايه ده، والله جميله ومشرفانا والماتيريال يعني الحاجه بتاعتها كلها بصراحه جميله جميله جميله. تسلم ايدها. تسلم يا حبيبتي. كفايه الفرحه بتاعتها بجد يعني، كفايه ضحكه الاطفال وكفايه الفرحه بتاعتنا بجد ربنا يبارك لها والله جميله. حبيبتي احنا اللي سعداء بحضرتك وباستاذه سماح وبشعب بورسعيد الاصيل. تحياتي من اسرار الحياه لشعب بورسعيد كله. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. شكرين يا استاذه. شكرين يا جد. نرجع للخطوبه والسبوع اللي انت عملتيه في الشارع. انا مش عارفه ازاي في الشارع. لا ده هتلاقي كمان بقى الاطفال والمقالين وكل ده كان امبارح. الكلام ده كان امبارح كمان. عملت اسبوع في الشارع واول مره في حياتي بقول لك، وقبل كده كنت عامله بس ما كانش بالمنظر ده. بعد ما خلصنا خالص كنت اخده بنتي معايا وكان في واحد كمان بيساعدنا. بعد ما خلصنا خالص لقينا لك بصي اطفال يعني مليين الدنيا حوالينا. احنا بصي عاملوا داير حواليا. ده الشارع. مش الاطفال ده جه منين؟ يا نهار ابيض. واطفال طلعوا لي من البلكونه. طب انتوا عايزين بالونه؟ طب اصبروا لما اخلص. بصي انا مجرد ما قلت اصبروا لما اخلص دي لقينا لك ما شاء الله جيش. احنا الثلاثه عمالين بعد ما خلصنا الشغل بقى ولسه طبعا الفرقه ما جتش، لان هم كانوا جايبين فرقه بلالين ونرمي بلالين ومش عارفه ايه. بس بجد فرحان. لا بس بجد اطفال كانوا فرحانين جدا. فرحه طبعا. انا نزلت ناس من بيوتها ولاد صغيرين واقفين لي في الشباك، نزلتهم نزلوا خدوا بلالين امبارح. سواء اسبوع او فرح او اي مناسبه بتبقي حاسه ان انت جزء من برضو الموضوع يعني، بتحضري الحفله؟ لا مش كله، في حاجات مثلا ابقى انا مسؤوله عنها كلها كامله. كنت الاول ما برضاش اخد باكج كامل، ما اخدش الحفله كلها كامله، كنت مجرد الديكور بس، اخلص ديكور وامشي بعدها بقى الناس قالوا لي ايه، طب خلاص، طب ما تدخلي معاكي الفوتوغرافر، تدخلي معاكي فيديو، دخلي معاكي مسرح عرايس متكامله، اي دي جي، كلام من ده. بدات اعمل كده بقى. حلو. بدات ايه بقى. يعني هي ايه، هي تولد انا بقول لها كده، بقول لها ولدي وملكيش دعوه بحاجه. ايوه صح. لا هي من قبل الولاده كمان يعني. بس هي بتجيلي قبل الولاده باسبوع. قبل ما تولد باسبوع. قبلها مثلا جوزها بيجي لي يقول لي ايه، عايزه ازين غرفه الولاده اسبوع. بزين له. دي خطوبه. خطوبه جميله جدا دي، في كافيه. النظام والديكور ممتاز بجد. دي بقى البوابه اللي هي بتاعت دي القرش البلالين. انا عايزه برضو اعرف من حضرتك بياخد وقت قد ايه ومجهود قد ايه؟ مش شرط. في يعني انا امبارح كان عندي الحمد لله 3 اوردرات. في اوردر خد مني ساعه، اوردر تاني خد 3 ساعات، اوردر تاني ممكن ياخد منك 5 ساعات. على حسب الشغل نفسه المطلوب وحسب ال يعني. شوفي الباكج اللي هم عايزينه ايه. لا 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 بس ممتاز. الشغل زي ده بياخد وقت كبير طبعا. لا وشغل الصباع اكتر. شغل الصباع هد اكتر. بقول لك جوزها مثلا بيجي يتفق معايا عايزه ازوق لها غرفه الولاده هديه من غير ما تعرف. اروح ازوق غرفه الولاده بعد ما تولد بقى، او لا قبل ما تولد باسبوع هي بتجي لي انا عايزه اعمل مثلا شنطه السبوع، فول ولعبه او مصحف يعني وشنطه. يكون قبلها باسبوع. بتعرفني قبلها باسبوع. لا هي بتختار كل حاجه. لسه اسالك حضرتك عندك فيديوهات وحاجات بتفرجيها؟ انت عاوزه الديكور ده عاوزه ده. وفي ناس ما بيجوليش المحل خالص. تمام. يعني انا اجرت محل دلوقتي بقى لي سنتين. كنت الاول شغاله اونلاين وبعدين اجرت محل. في ناس ما بتجيليش المحل خالص، بالتليفون ابعت لهم الصور على الواتس، اخلص الشغل كله يروح لهم البيت، ابعت لهم مندوب يبعتوا لي فلوس. بس ده كله في اطار بورسعيد بقى ولا حضرتك ممكن تروحي من القاهره؟ لا شحنت الاسيوط، شحنت اسيوط. اسيوط بعيده جدا. شحنت لهم وشحنت السوهاج. لا شحنت توزيعات سبوع شنط. طب ليه ما فكرتيش يعني في كل مكان تعملي فرح؟ لا رحت اسكندريه، رحت اسماعيليه، رحت حته اسمها فناره.
بقوا يتصلوا بيك يا استاذه سماح. انا الفيديو عندي على فكره مش كلهم بورسعيديه. وجالي ناس كتير اتصلوا بيا من الامارات ومن السعوديه والله ومن البحرين. واحده من البحرين نزلت لي قريبه هنا وعملت لها اسبوع بنتها في قريه فيروز. جدا الحمد لله. وناس نزلوا من الامارات هم اصلا بورسعيديين. هقطع حضرتك معانا مداخله استاذه نوره. الو الو صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا استاذه نوره. ازيكم؟ الحمد لله حبيبتي. انت ايه اخبارك؟ منوره الدنيا يا سماح. حبيبتي يا نوره ازيك؟ معايا في المجال على فكره. يا رب دايما. هو ازاي كل واحد بتعمل له الشغل بتاخديه معاكي؟ ايوه لا دي الصحبه الحلوه. هي شغاله برضو ديكورات فولالين معانا يعني. دي دليل ان مفيش عارفه اخوات حتى لو في المجال مع بعض. نوره انسانه كويسه جدا. هو بص احسن حاجه في النجاح اي شغل ان اللي هم بيحبوا بعض. حب الناس. اللي ما دام بيحبوا بعض هتلاقي المجال بيكبر وبيكبر وهم يعني فاهمه باقل حاجه بالحب رضيين. كل حاجه هتبقى طبعا. وانت تستاهلي الحب كله والخير كله يا سماح بجد. حبيبتي يا نوره. انا عايزه اقول حاجه. اتفضلي يا سيدي. عايزه اقول ان انا بجد فخوره جدا 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 بيكي. انت حلو. فعلا خير قدوه فعلا للست المصريه اللي بتكسر اي حاجز قدامها بيعوق نجاحها. إيه الست اللي بتكون مليانه وجع وبتداوي وجعها بانها بتخفف عن غيرها. زمان لما اتكلمنا مع بعض لو تفتكري في بدايه مواولنا مع بعض اللي احنا مواولنا تقريبا كانت شبه بعض. قلت لي احنا ضد الكسر. فاكره الكلمه دي؟ الكلمة دي فعلا انت النهاردة كل ما نحس ان احنا خلاص هنضعف بقى وهنتعب بنقوي بعض. اكيد نشد ايدينا في بنقوي بعض. انا فعلا بستقوى بيكي. دي فعلا حقيقة. دايما كانت تقول لي كده انا بستقوى بيكي. انا فعلا فعلا بجد فخورة بيكي جدا 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 النهاردة حبيبتي. ويا رب دايما من نجاح لنجاح يا حبيبتي. ما بنتكسرش احنا يا نورة خالص. يا رب. لا احنا ضد الكسر. لا 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 احنا ضد الكسر. احنا لا 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 بنقعد ونقوم تاني حبيبتي يا سماح. ربنا يوفقك يا حبيبتي. يا رب تكوني حقيقي حيتوفقك دايما وتكون دي بدايه خير فعلا لينا كلنا مش ليكي بس. ان شاء الله ربنا معانا دايما يا نور. بصي احسن حاجه الصديقه او الاخت مش هقول صديقه اللي بتقوي صاحبتها بتقوي اختها لان احنا ظروفنا زي بعض. ساعات تلاقي الاصحاب بيبقوا احسن من الاخوات. يعني هي نوره برضو مرت باللي انا مريت بيه يعني وحاليا شغاله في الدكتور. ساعات تلاقي الصحبه بتشد من صاحبتها بتقوم صاحبتها. هي فعلا لما كنت بحس ان انا خلاص بقى الدنيا قفلت معايا لا انا بستوى بيكي إيه انت بتعملي ايه لا انا ما ينفعش مش عايزاكي تنهاري انا بقى بيكي. دايما في لسانها الكلمه دي ليه. تحبي بقى تقولي ايه لكل واحد او واحده؟ هنعرف بس يا هند الاول. يعني برضه نقطه التواصل وازاي بتروحي الحفلات يعني اي حد بيطلبك بتروحي له؟ بصي يعني انا كنت الاول بعمل الاول كنت البيج بتاعتي 85 ما بيزيدوش قعدوا سنتين كده ما حدش بيعبرني اساسا نايمين ولا حد بيقول لي حاجه يعني. وحتى المحلات لفيت عليهم كتير جدا والمكاتب ومحلات كبيره عندنا في بورسعيد. كنت الاول بجيب الفوم وارسمه. انا غاويه رسم من صغري. تمام. ارسم على الفوم واقطع بالقطر. فوت على مكاتب ومحلات وكده كانوا بيخصفوا بالحاجه الارض مع ان الحاجه تبقى حلوه جدا جدا عايزين يكسبوا بيستغلوا. لا وكان بيحصل ايه بقى؟ بياخدوا الرسمه اللي انا برسمها وبنزلها على النت يشيلوا اللوجو ويطبعوها ليزر. انا كنت بقطعها بالقطر. فيقول لي لا مثلا الحاجه ب 45 جنيه عنده يقول لي لا انا هاخدها ب 10 اخدها ب 7 10 و7 والله كذا مره في حروف فوم كده بقصها حروف الانجليزي. فجيت بعرضها عليه بقول له ده الحرف ب 5 جنيه يعني. قال لي لا انا ببيعه عندي ب 10. قلت له طب خلاص خده ب 5. ده الكلام ده من قبل ما ابدا. إيه لا انا هاخد بجنيه. هو ايه ده في حاجه بجنيه؟ في حاجه بجنيه اصلا والله يعني. اقسم بالله قال لي بجنيه. قلت له لا بصي انا لما قعدت لفيت كتير حوالي كام شهر كده جا في دماغي قلت ايه انا هخليكم في يوم انتوا اللي هتيجوا تقولوا لي انا عايزه اخد منك شغل. ده دي بقى العزيمه والاصرار والله العظيم من جوايا. قلت بصي لا انا مش هدي لك شغل مش هبيع لك بس انا بشغلي وهطور نفسي بالذات في الشغل الفوم ده انا اللي هخليك تيجي تاخد من عندي. وحصلت لي اول امبارح. ده بقى اكبر نجاح والله العظيم. نزلت بوست عندي في على الفيس وقلت لهم حصل كذا كذا وحكيت لهم بقول لهم يعني انا بشجعكم اي واحده بادئه جديد ما تستسلميش. انا قعدت سنتين خلاص نفسي تعبت ما فيش حد بيشتري حاجه مني ولا بجنيه. بتعملي وبس؟ بعمل لا وكنت والله يبقى مثلا احوش مبلغ واعمل مع انه مفيش حد طالب الشغل. بس لازم تظهري. انت حبيتيها ولازم تسعي. لا ولازم تظهري شغل. اصل انا انا مستنيكي تديني اوردر. طب انا هفضل استنى سنين بقى؟ ما ينفعش طبعا. لا لازم انا اشتغل يبقى معايا فلوس هعمل حاجه. طبعا في واحده هتقول لك لا معيش فلوس عشان اعمل شبهك. انا بدات ب 200 جنيه
فين اللي معايا فلوس؟ اللي عايز الدماغ تشتغل، اللي عايز يشتغل بيدور، عندها طموح. ال 200 جنيه رحت جبت ايه؟ عملت حديد السياخ اول ما بدات السياخ حديد، وبقيت اتنيها انا قبل بقى ما اعرف ان في حداد ممكن يعملها لي. بقيت اتنيها بشكل معين كده لحد ايديا ما اتبهدلت ايام، ورحت اشتريت قماش، وكان من بورسعيد، كان غالي بقى بس كانت يعني كان مكلف 200 جنيه بقى. وعملته وخلصته، وجيت ابص لقيت الغربال حلو تمام جميل 200 جنيه انا ما بيعه بقى، بعته كسبت منه، وهكذا وهكذا في كذا غربه. بعد كده قلت لا ما عادش هبيع، كل اللي غربين عندي ايجار. طيب استاذ سامح، عشان ما حدش قال لي ما بتخليش استاذ سامح لحد يبوظه كده. لا ما هو بصي انا دلوقتي اجرته لك، هيجي لي حتى لو في اي حاجه بايظه انا بصلحه. في فرق لما انت بس بحاسبك عليها، بحاسبك عليها. لا لو حاجات بسيطه مش مشكله، بس الحمد لله يعني اغلبهم كويسين الحمد لله. لا وغير كده كمان انا باجره لك، انا باخده بغسله بعقمه واطلعه تاني يوم او بعدها بيومين، يعني مش بديكي نفس الغربال. مش نفس الغربال بكده، وبعمل منه دلوقتي بقى عندي ما شاء الله من الشكل الواحد بالاربعه وبالخمسه. طب الحمد لله. وانا اللي بعمل. بس اسالك حاجه، في موقف حصل معاكي ان انت عملتي ديكور وقال لك لا مش عاجبني؟ حصلش. ما حصلش الحمد لله. ان حضرتك بتوري الحاجه قبل ما تعمليها. طبعا بوريهم الصوره. ممتاز. كل الشغل اللي انا عملته عندي الناس كلها، ويعني بتحدي ما فيش واحده خدت الشغل اللي انا قلت لها عليه. بس جميل. كل الشغل اللي انا بروح لها بس ما بقولهاش انا هزود لك كذا، يعني انت ليكي مثلا حاجه ب 200 جنيه، انا لما رحت لك البيت في نيتي مش هديكي حاجه ب 200 جنيه، بزود لها حاجات من عندي. ببقى خارجه بقول لها ايه انا عملت لك ده زياده، كل الاوردرات اللي عندك دي بالنسبه لها بتبقى فرحه كبيره جدا. طبعا جدا. بس هقول لك حاجه بقى، لو انا قلت لها قبل ما اروح انا هعمل لك كذا، لا لا بزود لها مثلا عمود بلالين، بزود لها اي شكل، لو انا قلت لها كده هتربطني ان انا اعمل. وانا ما بحبش الاسلوب ده، انا احب ان انا اديكي بمزاجي. بمزاجي عملت ما تقوليش اعملي، ما تقوليش اعملي. انت اهم حاجه عندك ان انت تشوفي الشغل حلو. الشغل حلو، مش اهم حاجه ان انا اخرج من البيت حابه الشغل. مش همك الناحيه الماديه اكتر ما همك ان انت شغلك يبقى كويس وطالع كويس. والله انا كنت الاول بشتغل بخساره، مسوقين كنت الاول بشتغل بخساره بخساره يعني. ربنا بيعوض. عايزه يبقى عندي صور شغل كتير، عايزه ان انا اعمل شغل حلو. عايزه اعمل كذا ديكور مش ديكور واحد. طيب بصي بقى، في سؤال يعني انا دلوقتي لسه يعني جاي في دماغي. حضرتك بتقولي ان هي طول ان انت بتشتغلي وبتعملي هنا وبتعملي هنا، دور ولاد حضرتك ايه بقى؟ يعني اكيد هم ليهم دور. هيشتكوا لك من دلوقتي. اعتمدوا على نفسهم. احنا طبعا عندنا ايه حاليا اقل من دقيقه. فعاوزين نعرف بس العرايس الجميله دي ايه عملتيها الاستاذه ايه؟ قد ايه؟ فهي كده قولي لي. دول معمولين النهارده بالليل. احكيها كده قولي لي. استاذه رماس اهي. حاجه جميله جدا. واستاذه رماس. الاستاذه ايه؟ بس الفكره اللي بتاخد معاكي وقت. على فكره دي لسه عاملاها قبل ما اجي لكم. والله طب انا مش للبيت، ما رضيتش اعملها قبلها. قلت عشان ما تتبهدلش عندي في المحل او في البيت، لان انا كل العدة عندي في البيت ما عنديش مخزن. ممتاز. فقلت لا اعملها قبلها كده واجيبها لك. لا جميله. ودي رماس بنت استاذه هند. طب عايزين نعرف بقى التواصل مع حضرتك ازاي؟ عن طريق البيج موحى هاند ميد، البيج والجروب والاكونت بتاعي، وعن طريق ارقام التليفونات. اوكي. يعني لسه فاضل لنا مثلا لو خمس ثواني بس تقول لنا ولاد حضرتك. يعني انت دلوقتي اتجهتي بقى اب وام. تشتغلي وبتصرفي وتعملي ولاد حضرتك بقى. ابقى ست بيت وفي نفس الوقت لازم اب يصرف ويعلم يعني قايمه بالاثنين. قايمه بالاثنين. ولاد حضرتك كان دورهم ايه بقى؟ قدروا يعتمدوا على نفسهم ويذاكروا وينجحوا؟ بصي هما مش طايقين الشغل شويه. عشان اكيد عشان واخدك منهم، لان اغلب الشغل ده طول اليوم. تمام. يعني ما يشوفونيش، بس دلوقتي بقوا معايا. بس هما كانوا قد المسؤوليه وهم صغيرين، كانوا مثلا ايه مش لازم تقعدي جنبيهم. لا لا موضوع المذاكره الحمد لله معتمدين على سوانا. ابني السنه دي الحمد لله معهد ألسن. طبعا بنتي سامي في الدنيا الحمد لله. الحمد لله. لا والوقت بينزلوا يشتغلوا معايا. طيب الحمد لله. وابني الحمد لله اتعلم كل حاجه وبينزل يشتغل. طبعا بنشكرك جدا وتشرفنا بيكي. الله يخليك. نصيحه بس كده نختم بيها للساده المشاهدين. اللي حابب يشتغل او اللي ليه صعوبات في حياته بمعنى اصح. ما تعتمديش على حد في حياتك نهائي. اعتمدي على ربنا وعلى نفسك. طوري نفسك، عندك موهبه حاولي ان انت تنميها، حاولي تشوفي المواهب اللي عندك ايه. مفيش واحده تقول لي انا ما عنديش موهبه. لا عندك، بس انت مش عارفه مش عارفه تطلعيها، مش عارفه تكتشفيها. جربي اي حاجه هتلاقي نفسك فيها. ما تعتمديش على جوزك اعتماد كلي، ما تعتمديش على باباكي، على اخوكي، ما تعتمديش على اي حد خالص في الدنيا، لان دول مش مخلدين معاكي. ممكن لو اي حد فيهم توفى او سابك او بعد عنك هتقعي، واحنا ما بنقعش. قولي للناس اللي كلهم رهنوا على فشلك شكرا. فعلا شكرا، والف شكر لاي حد خذلني، اي حد ساعدني نفسيا في حياتي. يا رب من نجاح لنجاح. وبجد شغلك ممتاز وربنا يوفقك. يا رب تسلمي. يا رب تسلمي حياتي. طبعا الحلقه يا رب تكون خفيفه عليكم. ونتمنى يا رب كل الناس تبقى استاذه سماح قدوه ليهم.
انتظرونا في حلقة جديدة مع برنامج أسرار الحياة ومع سر جديد.